للتعليق على هذا الموضوع يلتحق بنا هاتفيا الكاتب السياسي عبد الله بن بجهد. مرحبا بك استاذ عبد الله. المملكة دعت إلى جانب قطر والإمارات قبل حوالي 10 أيام من الآن لعقد جلسة طارئة في الأمم المتحدة بشأن حلب، كما أنها تقود حراكا دوليا لإنقاذ حلب وللأزمة السورية بشكل عام. سؤالي، كيف يمكن الوصول بهذا الموقف السعودي إلى تحقيق أهدافه، ولماذا لا نشهد دعما عربيا له؟ نعم، ما يحدث حقيقة في حلب هي مأساة إنسانية بكل المقاييس. هي كما جاء في بيان الخارجية السعودية هي فعلا جرائم حرب ضد الإنسانية، يعني أن تحاصر بكل أنواع القوات مدينة فيها عشرات الآلاف من المدنيين، وأن تقصفها بشتى أنواع الطائرات والقنابل المحرمة دوليا كما تصنع روسيا، وتحاصرها بالميليشيات الطائفية التي تقتل الناس على الهوية، ونظام يقتل شعبه بشتى الأسلحة. هذه كلها جرائم ضد الإنسانية، لا يمكن لأي إنسان أن يتغاضى أو يسكت عنها. الأمر الآخر، الموقف السياسي تجاه سوريا مر للأسف الشديد بمنعطفات خطيرة. الموقف الدولي كان موقف الولايات المتحدة منذ البداية موقف متخاذل في دعم الشعب السوري، رغم التصريحات ورغم الكثير من الخطوط الحمراء التي انتهكت. اليوم تمر مدينة حلب للأسف بهذه المجازر البشعة حقيقة بسبب اختلال كبير في التوازنات الدولية. أولا، الولايات المتحدة شبه معاقة عن اتخاذ أي موقف خلال إلى شهرين أو ثلاثة في المستقبل. روسيا تريد أن تحسم الموقف قبل وصول الرئيس الجديد للولايات المتحدة الذي قد يغير في قواعد الأزمة السورية. أيضا إيران تسعى إلى نفس الهدف، أيضا النظام السوري يسعى إلى نفس الهدف. يمكن عمل الكثير من خلال سعي المملكة العربية السعودية والإمارات ودول الخليج في مجلس الأمن الدولي وفي الأمم المتحدة إذا استعصى استخراج أو استصدار قرار مجلس الأمن الدولي. ويمكن أيضا تشكيل موقف عربي أكثر قوة يقوم على شرح هذه الجريمة البشعة التي تحدث في سوريا، بغض النظر عن الاختلافات لدى بعض الدول العربية تجاه الموقف تجاه الأزمة السورية بشكل عام. ايضا يمكن التحرك على عن طريق منظمة التعاون الإسلامي وعن طريق الدول الإسلامية لتوحيد موقف سياسي داخل الأمم المتحدة يؤكد على الوقوف الفوري او الإيقاف الفوري لهذه المجازر التي تحرق الأخضر واليابس في سوريا، وهي للأسف طريقة روسية سبق ان استخدمتها في شيشان في غروزني. هذه الطريقة باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا والقصف العسكري المكثف ضد المدنيين ستبقى طويلا في ذاكرة الشعوب وفي ذاكرة التاريخ. نعم. وفي ذاكرة المنطقة. أيضا يجب أن يعرف الجانب الإيراني الذي يتوغل أو يتغول اليوم بميليشيات شيعية طائفية تقتل السنة لأنهم سنة، يجب أن يعي أن هذه جريمة أولا في حق الشيعة، لأن السنة سينتفضون يوما، وهذا منطق التاريخ، وهذا ما يقوله ما تقوله لنا التجربة والخبرة. ستدفع هذه الأقلية الكريمة، الأقلية الشيعية، بسبب هذا التنمر الذي تقوده إيران سيدفعون ثمنا غاليا في المستقبل. كيف سيكون، كيف سيتجلى، لا نعرف الآن، ولكن للتاريخ منطق. نعم. إذن المملكة أكدت أنها قامت باتصالات دولية مع القوى والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وأيضا الدول الشقيقة في هذا الصدد. الموقف الدبلوماسي الآن والحراك الإعلامي يلعب دورا ضاغطا على موسكو والإيرانيين في الأزمة السورية، ربما اتفاق إجلاء المدنيين الأخير من حلب كان شاهدا على ذلك. سؤالي، الدول العربية والخليجية تملك وسائل إعلام فاعلة في المشهد الدولي، هل هذه الوسائل الإعلامية تدعم الموقف الدبلوماسي صراحة والذي تمثله المملكة العربية السعودية وباقي الدول في المنطقة، أم أنها تغرد أي هذه الوسائل حسب اهتماماتها الضيقة؟ هذا إذا ما سلمنا بأن لكل منا دور ينبغي عليه الاطلاع به.
لا، موضوع الوسائل الإعلام، إذا تقصد الإعلام الدولية اللي هي الإعلام الغربي. لا، أقصد الإعلام العربي. الإعلام العربي، هذه الدول والخليجية تحديدا تمتلك وسائل إعلامية فاعلة في المشهد. لا، ما في شك، الإعلام العربي والخليجي تحديدا يقف موقف قوي في دعم الشعب السوري وفي رفض مجزرة حلب والمجازر التي سبقتها من قبل، وهذا الموقف هو التزام سياسي والتزام استراتيجي والتزام أخلاقي أيضا تجاه ما يجري في الأزمة السورية، لأنه ما يجري في حلب اليوم تحديدا هو مخالف لكل المواثيق الدولية ولكل القوانين الدولية، وهو يضع المنظمات الدولية أمام تحدي كبير، وعجزها عن اتخاذ موقف حقيقي يقلل من هول هذه المجازر يضع أسئلة كثيرة حول قيمة هذه المنظمات الدولية والاختراقات الضخمة التي ترتكبها روسيا وحلفائها في سوريا ضد المنظمات الدولية، أيضا تضع أسئلة كبيرة. ليس مجديا أن يخرج مثلا الرئيس الأمريكي ليتحدث عن ضعف روسيا بعد فوات الأوان وبعد أن لم يعد في يده شيء ليصنعه، وهو قضى 5 سنوات تقريبا أو 4 سنوات وهو لم يصنع شيئا يذكر لسوريا. وليس مجديا لأحد أن يخرج الأمين العام للأمم المتحدة يتأسف على ما يجري في سوريا. نعم، أشكرك. من كان في يده قرار يتحمل مسؤولية. نعم، شكرا لك الكاتب السياسي عبد الله بن نبجاد.